السلام عليكم الخوت، نتمنى على انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. خوتي المغاربة، تحذيرات عالمية ونقص الخطر قال كلها كيضرب العالم كامل. دابا داخلين بواحد الخطة الثانية، الا وهي الفيروس ديال جدري القردة. هادشي تمنى عليه البارح الاخوان تبارك يدوي عليه، ولكن كل ما انتشرت المعلومة كل ما حلينا عينينا مزيان. ماجيش اليوم باش نخلعكم، لا بالعكس، جيت نعطيك اخبار حصريه من اجل مصداقيه القناه والروابط كامله كندوي عليها. ابقى خليك في التليجرام، الله يجازيك بخير. ما غاديش نخليك في اول تعليق، او اول تعليق خليك الرابط ديال التليجرام الا بغيتو تلتحقوا بينا تما. مرحبا بكم. كنشوف على ان ظهور اول حاله بفرنسا، وفرنسا مروله. هل ندويكم على فرنسا وشنو قالت الوزيره الفرنسيه؟ كذلك استعدوا للناس ديال فرنسا، الشغل ولا كيحماض. كذلك كندا بانوا فيها جوج ديال الحالات و17 حاله مشكوك في الامر ديالها. كنشوفوا على ان السويد وايطاليا كذلك انتشر فيهم الحالات، زياده على اسبانيا. غير مدريد بوحدها البارح 27 حاله، بلا واحد حاله جزر الكناري. البرتغال كذلك، بريطانيا كذلك، والمنظمه الصحيه العالميه تعطي تحذيرات. والغريب في الامر هادشي كامل، باش ندخلكم في الموضوع، قالك اسيدي هاد الفيروس ديال القردة بدا في افريقيا، ولكن هنا كيفاش انتقل؟ كيفاش انتقل الخوت؟ بين جوج ديال الرجال، هادشي اللي مكتوب، بين جوج ديال الرجال حميميين، فهم الفهم، وعبر الهواء كذلك، يعني الهواء بنادم كيشم الهواء ويقدر يتعادى. وكذلك تنتقل عبر اللعاب، حدث ولا حرج. بما ان 27 حاله في مدريد، الناس ديال مدريد راكم عارفين فينا بلاصه، فلامبيا ديك النواحي العام سيدي، تما لقاو 27 حاله، يعني عن طريق لا ولا اكثر، باش ما نكتفلوش في الهضره وما نزوقوش في الهضره بزاف. ندخل معاكم في الموضوع. زيادة على هادشي كنشوف على أن إسبانيا تستعد لشراء آلاف الدبابيات ضد الجدري التقليدي للتعامل مع تفشي فيروس القردة. الخبر هو خليك طبيعي الحال في التليجرام من أجل مصداقية القناة. دابا هنا كتقول أنت علاش إسبانيا غتقدا هاد الدبابيات؟ حلل وناقش. علاش دابا لقاو لنا هاد اللعبة ولا الخطة الثانية ألا وهي جدري القردة؟ حلل وناقش. علاش مبقاوش كيتبنا على التهاب الكبد ديال الدراري الصغار؟ مع العلم غادي كينتشر داك بزاف، حلل وناقش. هادشي كامل منين جاي؟ بيني وبينكم، نتوما فاهمين وحنا فاهمين، هادشي كامل منين جاي؟ بيني وبينكم، الله يجازيكم بخير. جاوبوني في التعليق، جاوبوني في التعليق، واش من الدبدبيات؟ واش من المبيدات؟ شنو؟ ما لقاو منين يدوزو لنا؟ دابا قالوا حكام حقا المنظمة كتعطي تحذيرات على أن الناس غتبقى تسافر بزاف. نديرو لهم الخطة الثانية بلا أن داكشي كينتقل عبر الهواء واللعاب. دابا إلا مشيتي سافرتي وسلمتي على عائلتك بقات تباس أنت وياه ونعامة سيدي، أيوا حقا ما حقا كثر داكشي. مع العلم راه كيبان شي حبيبات شي مسائل كيبانو في الدات ديالك، الله يستنى ويستركم من هاد الأعراض هادي، وشوية ديال الحمى وشوية كذا وشوية كذا وشوية كذا. الفيلم يبدا من جديد عاوتاني. السؤال مطروح كذلك، علاش البلاد ديالنا المغرب عطات تحذيرات من بعد ما لقات اول اصابه في اسبانيا؟ قالت لهم حذاري ثم حذاري. وعلاش المغرب بالضبط كتقول الا مشات ترتفع هذه الحاله الوبائيه؟ مع العين دابا ما كلشي مستقر، اللهم لك الحمد، غادي تقلب الموازين كامله. هذا من جهه. سيتم اعطاء الدواء الى المخالطين للحالات الايجابيه، لا يوجد يعني دكداكي محدد معتمد في اوروبا ضد جدري القرود. ليس هناك دكداكي محدد لجدري القرود، ولكن اسبانيا غتشري العرام الالاف غيخزنوا غيوجدوا. علاش اسبانيا كتستعد؟ علاش؟ شنو عارفين هاد الناس؟ شنو طابخين لنا من وراء الستار؟ شنو كاين في الطبخه؟ نزيد معكم. تعد وزاره الصحه اجراءات شراء آلاف الجرعات من دكداكي معتمد ضد الجدري التقليدي، والذي يفيد أيضا
في وقف انتقال فيروس جذري القرود ها. الذي لا يوجد ضده مصل محدد معتمد في أوروبا. واخا بحسب مصادر لا يقصد بهذا الدقداقي أن كذا وكذا بلا ما نكمل ذلك المسائل إلى أن يعطى إلى السكان العامة، يعني أي تعطيه الناس اللي مشكوك في الأمر ديالهم قال حكا ما حكا وهذا وهذا وهذا. والمقال خليه كامل خاص فيه تفسير كامل ومنين كيجي وعنين جا قال لك سيدي كينتقل عبر الهواء كينتقل عبر اللعاب كينتقل عبر جوج ديال صحابنا راكم فاهمين وهكذا دوالك. لا هادشي ما فيش حشومه خصنا نعرفوه كاملين. هنا كننصح الناس على انهم يحذيو راسهم مزيان، حذي راسهم ماشي انني كننتقد ولا شي حاجه ما كننتقد حتى شي واحد، ولكن الدين ديالنا الاسلامي تحرم هادشي. وراكم نتوما شفتوا اللاعب ديال كره القدم الافريقي اللي كان ضد انه يلبس واحد القميص ويدير لهم الاشهار وكذا 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 وبغاو يعطيوه عقوبات صارمه، ولكن راجل وايد راجل وصدق راجل ومازال شاد في الكلمه ديالهم قال لهم انا جيت هنا ساني كونطرا مع واحد النادي باش نلعب الكره ماشي باش ندير القميص ونشجع واحد الحاجه اللي هي انا والدين ديالي انا ما كيعترفش بها. راكم عارفين سميتو بطبيعه الحال بلا ما نجبدو الاسامي. خلاصه القول في هادشي كامل باش ما نكثرش على الاخوان والاخوات، كاع الاخوان والاخوات الخوتين المغاربه كيتسائلوا وحنا عارفين الله يحسن العوان كلشي باغي يهبط للبلاد كلشي باغي يسافر كلشي باغي يزور العائله والاحباب والاصحاب، ودابا في هاد الساعه كاين طايح اكثر من نايض عند شراء التذاكر، يعني في البوابه ديال شراء التذاكر. زياده على هادشي فرنسا شنو قالت؟ اسمع معايا فرنسا شنو قالت. الوزيره الفرنسيه هادشي اليوم ولا البارح، تنشكر الاخت اللي صرفت لي هاد الخبر، كتحث على جواز الدقداقي جميع المهن جميع قطاع ديال العمل، كتحث على جواز الدقداقي خصهم يتعاملوا به في فرنسا، خصهم يتعاملوا به في فرنسا، وكيحثوا وتحكروا باش انهم يطبقوا به فرنسا. شوفوا الناس ديال فرنسا وقراوا الخبر. ولكن انا على ما اظن على حساب معلومات اللي فرنسي وكذا 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 على ان هذا الشيء اللي يخليه واقيلا يدوزوا بين الصف واحد شويه وعاد ديك الساعه يبداو معنا، لحقاش المنظمه راه هي في هدنه، حتى الدقداقيات كلشي في هدنه ما عدا السبت ومنيليا اللي تلبس من مدريد العديد من الجرعات كذلك، لحقاش خوتي المغاربه كيمشيو كيدقدقوا دابا اللي ما عمرهم دقدقوا مش حاجه، هذه كلشي مشى كيدقدق باش انه يدخل للبلاد وقبح الله الفقر. زياده على هذا الشيء هذا الموضوع اللي هو حصل اللي هو قنبلة عالمية انتشار عالمي اللي داير له ضجة، راه خوتي راه جاي واحد المجاعة ما تصوروش، ماشي أنا كنقولها عاوتاني نقول فيصل اللي كيقولها، لا واحد المجاعة ما تصوروش الإخوان. ها هو الخبر، كنشكر الأخ عزيز مدريد بطبيعة الحال اللي هو السر ديال الخبر، المجاعة الحقيقية في الطريق، والخبر ها هو كنت باغي ندوي عليه بوحدو ولكن كنت باغي يعني ندرس الموضوع ديك الساعة نعطيك، ولكن ها هو الخبر. كارثة الغداء يعني القادمة، هو الخبر واحد الكارثة عظمى، وهذا الشيء ديال فوقاش يبان، فوقاش يبان العربون ديال الشيء كامل الخوت باش ما نطولش عليكم، راه عند أواخر الشهر غشت شهر 8 يبان العربون. علاش؟ جميع الناس جميع الدول ترفع القيود على ما جاو في الأخبار ديالو ابتداء من 30 غشت، ابتداء من 30 غشت غاديين ديك الساعة عاوتاني يشددوا القيود عاوتاني يرجعوا للجوازات عاوتاني يرجعوا للدكداكيات، هذه الأخبار اللي كاينة في هاد الساعة. ولكن ما تنساوش عندي لكم واحد الخبر في العشية على مسألة 22 فاشر شنو يوقع في العالم، هذا وقيلة إلا كنتو عاقلين عليها تعرفوا الموضوع شناهو، هذه هي الصدمة الكبرى. فهاد الخوت الله يدير شي تاوي ديال الخير، شتا المرض هذا اللي جدري القلود كينتشر، الفيروس هذا كينتشر بقوة يعني ها هما جميع الدول ولا كيديكلاريو، انا ما فهمتش هذا قال كوش ولا كيديكلاري دابا. فلهذا الخوت حذيو راسكم حذيو وليداتكم، وتنقول لكم شكرا جزيلا للمتابعه، بارطاج لي لاك على الصنيطه اللي بغى يبارطاجي مرحبا باش يبارطاجي مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرتقبين فيديو اخر، تبارك الله عليكم الخوت.